فرح أولى محطاتنا لليوم يمكن بتهم كل الصبايا والسيدات، فرح نحكي عن الجمال والأناقة بالمظهر الخارجي، فخطوط الموضة يلي بتتوضح ملامحها من أقمشة وموديلات وألوان بكل موسم هي العتبة الأساسية للدخول من بوابة الجمال والأناقة. واليوم أكيد سلمى رح نتعرف مع ستايلست نور مناسري، خبيرة في مجال التصميم والأزياء، وأكيد رح نسلط الأضواء على البوابة الرئيسية للدخول بعالم الموضة وبخطوات أكيد بتليق بكل شخصية. صباح الخير نور، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم ان شاء الله ولكل اللي عم يتابعوكم، وصباح الخير كمان. ما بعرف اليوم الفقره تبعنا يعني ما بعرف كيف بدي بلش فيها، لانه هي كثير مهمه لكل الصبايا ولكل الستات طبعا، يعني مو بس عمر معين. أكيد. فما بعرف انتوا لازم تسالوني انا لازم اجاوب. نور رح نبلش اكيد ونحكي عن بالبدايه عن الاجسام وكل جسم شو بيناسبه من ازياء وموضه. هلا انا قلت مره من قبل وبرجع بقول انه اهم شيء انه نحن اي صبيه او اي ست توقف على المرايه تعرف العيوب جسمها ومزايا جسمها، توقف على المرايه تشوف وين النقاط الحلوه الموجوده بجسمها لتبرزها، والنقاط اللي فيها شويه ديفو يعني مفروض انه نحن نخبيها شوي. هلا عندنا كثير اشكال، الخبراء كثير عملوا دراسات وقسموا اشكال الاجسام لاربع اشكال. هلا عندنا شكل الموزه شبهوهم مثلا باشكال الفواكه لحتى نحن نقدر شوي نتقبلهم ونفهمهم اكثر. عندنا شكل الموزه، شكل التفاحه، شكل النجاسة، وشكل الساعة الرملية. هلا بنبلش بشكل الموزة. هذا النوع هذا الجسم بيتميز انه بعدم وجود اي منحنيات انثوية، يعني بيكون شكل الجسم هيك بلوك، يعني صبة واحدة ما في اي منحنيات، نحيف من فوق ونحيف من تحت. هلا عندنا كمان اللي عندها شكل الموزة القصيرة والطويلة، كمان هذا الشيء بيختلف. هلا هذا مثلا الصبيه الطويله واللي عندها هذا الشكل ما لازم مثلا تلبس البنطلونات الضيقه كثير كرمال ما تبين انه الساقين انحف، لازم ما تلبس مثلا الاشياء اللي كمان من فوق ضيقه، لازم شوي يعني تلبس الجينزات او البنطلونات العريضه اللي فيها كثير جيوب لحتى تعطي شوي فوليوم، تعطي المظهر انه هي شوي املى. لازم تلبس من فوق، ما تلبس شيء ضيق ابدا ولا قصير، بما انه هي طويله عندها قامه طويله فالمفروض انه ما تلبس شيء قصير، يعني قصير لعند عظام الحوضين ما بصير تلبس، لهون ببين عندها الجزع اقصر من الساقين فبيعطي مظهر مانو محبب. فبنلبس شوي يعني شيء فضفاض من فوق، شيء مزركش، شيء مورد، اي شيء بيعطي فوليوم يعني لحتى تبين الصبيه املى شوي. الصبيه الانحف، الصبيه الطويله سوري، كمان ما لازم تلبس سنانير طويله لانه بتبين شبح صراحه، بتبين شيء هيك عم بس عم يتحرك. الصبيه القصيره اللي عندها هذا شكل الجسم بتقدر تلبس سنانير طويله لانه بيعطوها طول اكثر، فيها تلبس الكعب وخصوصا المروس لانه بيعطي مساحه شويه لمنطقه الساقين او من هون يعني هيدا القدم. لما بتلبس الصبيه هذا الشوز المروس السكربينه المروسه بتبين الرجل اكثر طول وبيعطي مظهر انثوي اكثر. ف يعني بتخيل المفروض يلبسوا كعب، لازم يلبسوا يكتروا التنانير كمان، مو بس مثلا يقولوا لا نحن قصار ما بتلبق لنا التنوره، لا فيهم يلبسوا تنوره، فيهم يلبسوا الجينزات الضيقه بس مو السكن كثير، يعني مو مثلا التايت كثير، شوي يكونوا عراض من تحت، فيهم يلبسوا سنتور من كرمال يبينوا شوي انه عندهم خصر، مو هو شكل الجسم بلوك، فكرمال يبين انه في منحنى شوي، ممكن يحطوا سنتور ناعم رفيع عند الخصر فبيبين عنا انه في انخماص بهيدا المنطقه، ببين المظهر انثوي اكثر. هذا اول شكل. ثاني شكل كنت تسالوا شيء؟ لان انا بسرد. اذا بنحكي عن الاشكال بالتفصيل يعني كل سيده لها شكل جسم بميزها عن الثانيه، فخلينا نحن فعلا نفصل ونشوف عن شو ممكن تبتعد السيده وشو ممكن تكون قريبه اكثر وتحافظ على الموديل مثل ما هو. يعني. تمام. هلا نحن كلياتنا بنمتلك اجسام حلوه، بس نحن يعني نحن يمكن بنغلط بطريقه اختيار ملابسنا لنا، يعني
الشيء بيناسبني ما بيناسبك، ما بيناسب حدا، يعني ما بيناسب رفيقتي، ما بيناسب اختي، ومو كل موضه هي بتناسبنا وبتناسب شخصيتنا. اول شيء لما بدنا نختار اي حدا بيقول انه يلا بدنا نلبس ومدري شو، بيوقف هيك قدام الخزانه بيطلع انه بقول يلا بلبس هي التيشيرت مع دال الجينز ما. لا، هي عمليه اختيار الملابس عمليه صعبه شوي نوعا ما. اول شيء بتعتمد على شخصيه الصبيه، بتعتمد على الاسلوب اللي هي بتلبسه، المكان اللي رايحه عليه، بدنا نراعي السن. ما فينا يعني ست عمرها مثلا 40 50 سنه ما فيها تلبس مثل صبيه عمرها 25. بدنا نراعي يعني قصه العمر، بدنا نراعي كمان الستايل الاسلوب تبعنا. فهذا كله بيلعب دور. اهم شيء انه انا اطلع على الشيء اللي انا بيناسب شخصيتي، بختار شيء موضه بس بطريقه بتناسب شخصيتي، مو بطريقه انه انا عم قلد فيها غيري، انه عم بلبس مثل غيري، عم بلبس انه بس يلا موضه وماشي وعم بمشي ورا التيار. لا، اول شيء بدي اختار شيء بيناسب شخصيتي، الالوان اللي بتناسب بشرتي، اللي بيناسب عمري، وبمشي. بعدين بتطلع على يعني بتطلع انه هذا الشيء ممكن انا خاطر البسه او لا. هلا عنا قلنا شكل الموزه، عنا شكل التفاحه. اصحاب هذا الشكل الجسم بيكون عندهم دفايات بمنطقه البطن، عندهم بروز بمنطقه المعده، يعني عندهم هيك كرش مثل ما بيقولوا بالعاميه. فهلا اغلب الستات بهذا العمر يعني بعد الزواج وبعد الاولاد اجباري بتشكل عندهم هيدا الفات، بصير عندهم فات، بصير عنده دفايات بمنطقه البطن. كيف نحن بدنا نتفادى هذا الشيء؟ اول شيء طبعا اللي بيكون عندهم كرش اجباري ما شرط يكون عندهم ورك يعني او ارداف تكون ممتلئه، فنحن بدنا نبرز، عندنا امتلاء من الجزء العلوي، فلازم نحن نشتت الانتباه بالجزء السفلي، يعني بنلبس شيء ضيق من تحت ما دام نحن ما عندنا دفو، من فوق كيف ممنوع منع باتا اللي عندهم هذا الشكل الجسم انهم يلبسوا شيء ضيق، ممنوع انه يبين تفاصيل الجسم، تبين المعده البارزه او البطن البارز، ممنوع. بدنا نلبس قبه مفتوحه، القبه المفتوحه بتشتت النظر، يعني عم يطلع عليكي بتنغشي انه انت لا ما في سمن يعني، بس هو بيكون في امتلاء من هي يمكن تعطي وسع شوي للرقبه تماما، بتبين الرقبه اطول، فلما بتبين الرقبه اطول بتنعطى هيدا منطقه الصدر مساحه اكثر، فبتشتت الانتباه عن الدفايات الموجوده بالجسم. لازم نلبس توبات شوي عريضه ليصير في توازن بين الكتف وبين الخصر، عندنا خصر ممتلئ فالكتف لازم شوي يكون يعني عندنا هون الامتلاء والكتف ضيق، نحن ما بيصير نلبس شيء ضيق من فوق، لا نحن بدنا نعمل توازن بين الكتف ومنطقه الخصر لحتى ما يبين انه يكون مريح للرؤيه للنظر. يعني ممكن الشخص شوي صعب يتقبل هي الحقيقه انه انا ما فيني البس ضيق وانه انا انحف من الواقع، لا نحن بدنا نتقبل العيوب الموجوده عندنا لحتى نطلع بصوره احلى. فمفروض انه نلبس شيء عريض من فوق، ممنوع كمان نحط سنتورات ضيقه على الخصر ابدا، انه ممنوع نلبس جينزات او بنطلونات لو ويست خصر واطي، مفروض نلبس خصر عالي كرمال نضب اكثر. شو كمان فينا نحط اكسسوارز، الطوق ما لازم يكون ضيق على قد الرقبه، لازم يكون طويل كمان يعني بيشتت هيك شوي الرؤيه. هي كلها خدع بصريه بالنهايه. البنطلون ما لازم يكون سكيني كثير يعني ضيق، بس ما لازم يكون كثير 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 يعني مثل التايت او الفيزون، لا لازم يكون عند الساق من تحت شوي ستريت شوي مستقيم، كمان كرمال يعمل هذا التوازن بين فوق وتحت. ما بصير نلبس مقلم بالعرض، مقلم بالطول اوكي، مقلم بالعرض لا لانه بيعطي مساحه اكثر. نحن بننتبه وين عندنا شيء ديفو بنلبس شيء ساده، يعني انا عندي رجلي نحاف بلبس شيء ملون، بلبس شيء بيعطي هيك فوليوم مورد، مقلم بالعرض، اي شيء يعني مزخرف قادره البس من تحت، بس اذا عندي الامتلاء من المنطقه العلويه فانا لازم ابتعد تماما عن اي شيء مورد، اي شيء فيه الوان
بتجه للشيء الساده للغوامق اكثر لحتى يعطيني شويه نحف. نعم نور، يعني بما انه نحن برمضان كمان عم نشوف هلا الستايل الشرقي كثير دارج باللبس، يعني مثل ما انت لابسه اليوم وعم نشوف كثير الموضه عم تكون بهذا الوقت، نحكي شوي عن هذا الستايل وكيف ممكن الصبيه بيلبق لكل الصبايا ولا كمان؟ لا هلا ما بيلبق هذا الشيء لكل الصبايا، هلا مثلا الصبيه الشوي النحيفه هلا انا شوي طالع عريض علي، بس هو هذا ستايل رمضان، يعني بتحسي انه عبايه شغلات هيك مزركشة مزغرفة كلها خارج رمضان. مو كل الصبايا بيلبق لهم، بيلبق هذا التونيك، هذا الشيء اسمه تونيك اللي عريض ودارج من السنة الماضية ولساته مستمر. تعددت أشكاله طبعا والألوان والقمايش. هذا الشكل الجسم بيلبق أكثر شيء لشكل الجسم اللي على شكل نجاسة اللي احنا ما حكينا عنه، اللي عندهم امتلاء شوي بمنطقة الأرداف وعندهم نحف بمنطقة الصدر والنوعا ما انه الخصر نحيف والكتاف نحيفة. هذا بيلبق لحتى يغطوا شوي الديفول الموجود بالورك. هلا بيلبق لاصحاب شكل التفاحة بشرط انه ما يكون ضيق عند البطن، يعني فلو، او بدنا نجيب اللي على شكل العباية المفتوح من النص، يعني ممنوع انه يكون مثلا انه هيك مسكر اذا ضيق، بده يكون مفتوح من النص حتى يناسب الصبايا، ما بيناسب الصبايا اللي كثير لنحاف او ما لازم تكون عريضه كثير العبايه او التونيك، لازم يكون شوي، يعني ما نجيبها مثلا نحن نحاف نجيبها سمول اكس سمول، ما نجيبها اوفر سايز ميديوم لارج، لا مو كل ما كانت عريضه يعني هي احلى، نكون كمان شيء بيناسب ستايل تبعنا، وخصوصا مو شرط كمان برمضان، يعني هلا العالم عم تلبسها برمضان وغير رمضان، يعني هذا الستايل اللي بيقولوا باكستاني او الشرقي نوعا ما، اي تمام، البنطلون العريض عم يناسب تقريبا اغلب الصبايا بس بحدود، يعني مثل ما قلنا الصبية النحيفة ما لازم يكون كتير عريضة عليها، والصبية اللي شوي مليانة ما لازم يكون ضيق عليها، يعني هي عملية عكسية. برجع بس لازم أنا أقول أشكال الأجسام كلياتها كرمال نشمل كل الأشخاص. في عنا بشكل طبعا سريع، عنا شكل النجاسة اللي عندهم امتلاء بمنطقة الورك والأرداف، يعني أرداف بارزة، وعنا نحف شوي بمنطقة الخصر والكتاف والصدر. هلا هذا الشكل الجسم نحن بدنا نركز على المنطقة العلوية أكثر من السفلية لحتى نشتت النظر عن المنطقة السفلية ويبين في تناسق بالجسم. ما بنلبس أبدا خصر واطي، خصر عالي، ما لازم كمان يكون كتير ضيق، شوي عريض، ما لازم يكون البنطلونات عليها جيوب أو عليها رسمات أو هيك سادة كتير، فينا نحرك من المنطقة العلوية، فينا نحط سنتير على الخصر لنبرز الخصر، فبيبينوا الكتاف أعرض مثل ما بيبين الورك أعرض، فبيبين الشكل أنثوي أكتر وأحلى، يعني كأطلالة أحلى. فينا نلبس من فوق شو ما بدنا، من تحت قلنا بنبتعد عن شيء مقلم مزركش هيك. عنا الآخر شكل هو شكل الساعة الرملية اللي عندها ورك، عندها كتف عريض وعندها خصر، هي بيقولوا له هو الشكل المثالي للأنثى، بيلبق له كل شيء، يعني بس بنبتعد عن شغلة واحدة كمان، إنه الكعب العالي لل يعني فينا نلبس كعب مثلا 5-7 بس أكثر من هيك ما بيلبق لأصحاب هذا الشكل، يعني ما بعرف، بتخيل هذا الشكل هو بيناسبه اقل اخف وطئه من باقي الموديل الاشكال لانه بيناسبه كل شيء. هدول هن اشكال كلياتها. نور عم نحكي اليوم عن الموضه يلي دائما هي بتجدد مستمر، دائما ممكن اليوم ننزل على السوق بكره جديده، ففي سيدات ممكن الحاله الماديه او الاقتصاديه ما كثير بتساعدهم انه يواكبوا الموضه بهي الطريقه. في كمان الفكره الثانيه اللي هي اعاده التدوير، كيف فينا نحن نلاحق الموضه عن طريق اعاده التدوير مشان يعني ولا سيده تزعل، كله مناسب كله يلاقي شيء مناسب له. هلا اهم شغله انه انا اعرف شو بدي بالخزانه، بفتح الخزانه بفصل الصيف كلياتنا بنطالع بنضب الشتوي وبنطالع الصيفي، بنطلع نحن انا في شغلات اساسيه لازم تكون موجوده بخزانتنا بالصيف وبالشتاء. هلا التوبات هدول الساده البيزك، هدول اساسيات لازم يكونوا دائما موجودين عندنا، هدول فيني اتحكم فيهم. القمصان الساده هلا ما بعرف انا اذا حتعرضوا، اي تمام، عم ينعرض فيديو
كل تي شيرت يعني عنا اياها ساده ممكن نحن نغير فيها. هلا دارجين هدول القصات الاوف شولدرز، هدول اللي ببين منهم الكتاف، هدول كثير هلا موضه يعني، فنحن قادرين اي تي شيرت عنا اياها ساده لاخي ممكن تكون ما بده اياها زغران عليه، تكون واسعه علي شوي، انا قدرانه مثلا بالكاسه او بعمل مثلا برسم على كرتونه مثلا شكل بيضوي بعلمها برسمها على الكنزه وبقصها. يعني ما بعرف واضح يمكن للمشاهد انه في شغلات عم تنعمل كيف بنحول قطعه لقطعه. مثلا بنطلون انا انشق عندي ما عاد له فائده الموضه اليوم هلا الموضه، بس انه في عالم كثير ما بتلبس ما بتتقبل هيدا الموضه انه المشقوه. انا شو بعمل؟ ممكن اقصه محل الشق مثلا ما عند الركبه بقصه بقيم السحاب وصلوا مع بعضه بتصير تنوره، بحط لها باتشات بحط لهم وردات، هدول الدارجين انا قدرت استخدمها ما كبيت الجينز يعني عملت شكل ثاني تماما. القميص مثلا مثلا قلابيه او عبايه ما بدنا اياها من زمان، هلا ما بتخيل في بيت خالي من العبايه او القلابيه او القمصان الطويله يعني. مثلا مليت منه انا شو بعمل فيه؟ ممكن قصه، ممكن ركب له زرار، ممكن اعمله مثلا هذا التوب انا ممكن اقص له كمامه ويصير حفر، ممكن افتحه من النص بصير مثل هدول الفيستات الطويله اللي هلا دارجه. فانا مو شرط انا انزل اشتري من السوق لكون انا على الموضه، لا في كثير شغلات انا قادره استخدمها واعيد تدويرها موجوده عندي بالبيت من بنطلون من شوز، حتى الشوزات صار فينا نحن نغيرها، فينا نعمل عليها طبعات، فينا نخيط عليها، يعني ما بعرف اذا عم ينعرض كل شيء على على التي في تمام ببين معاهم كيف قدرانين. مثلا بوت بنغير الشواتات مثلا فينا نغير لونهم، نعمل بنكون غيرنا الموديل كله، ممكن نلونه في الوان خاصه هلا مثلا للشوزات، الوان ممكن كمان زيتيه او اي الوان موجوده عندنا بالبيت، يعني بنرسم على البوت وخلص. يعني ما عاد نحن حكر على الموضه، ما عاد حكر على السوق، نحن فينا نخترع الموضه بالطريقه اللي نحن بنحبها وبالطريقه اللي بنلاقيها مناسبه لشخصيتنا. اكيد يعني نور نصايح كثير قلتيها اليوم، نتمنى كل السيدات والصبايا اللي تابعونا يكونوا سجلوها وانتبهوا عليها. بنتشكر وجودك معنا ورمضان كريم. رمضان كريم وان شاء الله يكون العيد عليكم خير وخير على الجميع. بس بدي اقول شغله كمان قلتها من قبل برجع بقولها، انه هي البساطه بكل شيء اهم شيء، هي اهم شيء أكيد. اكيد وكمان احساس الانثى بنفسها واحساس يمكن كل شيء شو بيلبق لها، وتقدر من شغلات صغيره انه تعمل شيء بيناسبها وبيناسب حالها حلوه كيف ما كانت. كل انثى عندها شيء حلو اكيد. تماماً. شكرا.